هما لبنتا المسار القاعدي والخطوات التي سوف تمهد لإرساء اللامركزية. بهذه الكلمات وصف الأستاذ في الجيوسياسة نزار مقني المجلس المحلي والمجلس الجهوي، فهما وفق رأيه يتكاملان ويترابطان في حال توفر انسجام بين أعضائهم. لو كان هناك ممارسة سياسية جيدة، لو كان هناك تفاهم بين أعضاء المجالس المحلية وهناك تفاهم بين أعضاء المجالس الجهوية الذين يتكونون بطبيعتهم من أعضاء من المجالس المحلية، سوف تكون هناك دينامية جيدة تعود بالفائدة الاقتصادية والاجتماعية على الجهة، كما تعود بالفائدة على المستوى المحلي. سوف يكون هناك انتقال للأفكار من مستوى محلي إلى مستوى جهوي، ثم تتم بلورته على مستوى مجلس الأقاليم، ثم على مستوى مجلس الجهات والأقاليم وهو مستوى المركز. مبدأ التداول في التسيير والرئاسة بين المنتخبين من المجلس المحلي في تركيبة المجلس الجهوي يجعل العلاقة بينهما علاقة عضوية، وفق الخبير في الحوكمة المحلية محمد الضيفي، علاقة لها أيضا مستوى ترابي وآخر يتعلق بالصلاحيات. الجهة هي مجموعة مجالس محلية، كما نقولوا الولاية مجموعة معتمديات. إذن الجهة هي التي تنجم تقول تشرف ما بين قوسين على المجالس المحلية اللي تابعة للجهة هذيك. عديد المشاريع على المستوى المحلي، يعني كي يبدأ يعني مشروع محلي يعني يتطلب كلفة كبيرة، أو مشروع يهم ثلاثة أو أربعة معتمديات أي مجالس محلية، يصبح وقتها من المشاريع التي يتبناها المجلس الجهوي، وكذلك تدرج ضمن مخططات المجلس الجهوي المشاريع متاع المجالس المحلية اللي تتطلب يعني سوى يعني تمويل كبير. المجالس المحلية يمكن أن تلعب دور المحرك التنموي في الجهة في حال صدور قانون يوضح صلاحياتها وطبيعة علاقاتها مع السلطة المحلية والجهوية. على المشرع أن يحدد جيدا ما سوف يضعه في قوانينه من محددات للعلاقة بين كل الأطراف المحددة للسلطة المحلية وكذلك الجهوية، سواء كانت مجالس محلية منتخبة أو كذلك بلديات، وكذلك على المستوى الجهوي مجالس الجهوية وكذلك المعتمديات. يذكر أن انتخاب المجالس المحلية سيتم بشكل مباشر وباعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد، في حين سيتم اختيار الممثلين عن المجلس المحلي بالمجلس الجهوي عن طريق القرعة، وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي بمجلس الأقاليم.